وندخل في تفاصيل حلقتنا، والبداية هتكون مع تمرينة الفريق النهاردة اللي ابتدت يمكن من دقائق. زميلنا محمد توفيق داخل نادي الأهلي جاهز عشان يدينا فكرة وأخبار تمرينة النهاردة إيه، واستعدادات الأهلي والجهاز الفني لمواجهة إمبي اللي بعتبرها مواجهة مهمة. كل ماتشات الأهلي المتبقية الموسم بصرف النظر عن الحسابات وبصرف النظر عن اللقب بشوفها مهمة جدا، لأنها مرحلة تقييم ومرحلة استعداد وتحضير للموسم اللي جاي. خلينا نروح للزميل محمد توفيق. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. تابعت يمكن الدقائق او الجزء الاول من تمرينه النادي الاهلي، تطمنا على استعداد الفريق لمواجهه انبي بكره، وعرفت ان يمكن في بعض الاسماء اللي ظهرت في تمرينه النهارده ابتدت البرنامج التاهيلي زي حسين الشحات وزي طاهر محمد طاهر، ناخد منك فكره عامه عن تمرينه النهارده. يعني زي ما ذكرت زميل عزيز احمد، يعني في هذه الاثناء التدريب الرئيسي والاول والاخير استعدادا لمغلقات انبي ان شاء الله غدا في الثامنه مساء على استاد الاهلي والسلام في اطار مباراه الجوله 32 من الدوري المصري الممتاز. يمكن التدريب قبل ما يبتدي على طول كان في محاضره بالفيديو للجهاز الفني في غرفه المحاضرات، تبعها على طول النزول لارض الملعب وبعض التدريبات البدنيه والاحمال الخفيفه، ومن بعدها على طول بدات تدريبات الكره والتقسيمه حالا دلوقتي شغاله. من بعد المران ان شاء الله هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق ان شاء الله ليله هذه المباراه، استعدادا ان شاء الله لانطلاق المباراه غدا في الثامنه مساء. زي ما ذكرت يمكن عدد كبير جدا من لاعبينا الحمد لله بداوا في يعني برنامجهم التاهيلي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، عمرو السوليه، كمان حسين الشحات بدا مراحل متقدمه جدا من برنامجه التاهيلي. اكرم توفيق الحمد لله مستمر في تدريباته مع الفريق وبيؤدي المران بشكل كامل، يتوقف بس وجوده في قائمه المباريات من عدمها في رؤيه الجهاز الفني وتقييمهم لحالته من الناحيه الفنيه والبدنيه، انه يكون قادر وقادر يلعب ويشارك ايا كانت عدد الدقائق ان شاء الله في اللي يقدر يشارك فيها. كمان النهارده يمكن موجود في التمرين خلاص بشكل طبيعي جدا مع الفريق، احمد نبيل كوكا موجود بشكل طبيعي جدا بيتمرن مع الفريق في التمرين الجماعي، ده طبعا تاهيلا لدخوله في المباريات. عدد كبير جدا من الناشئين، ولكن هو اللي كانوا موجودين الفتره اللي فاتت يا احمد مستمرين زي ما قلت، مرحله مهمه جدا، مرحله تقييم، مرحله كمان عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي كانوا غايبين عن المشاركه بسبب الاصابه الفتره اللي فاتت، كمان بتقيمهم بتشوفهم في لاعبين كتير جدا ظهروا بمستوى اكثر من رائع واستعادوا مستواهم. دي طبعا زي ما انت قلت اهميه هذه المرحله. يتبقى ثلاث جولات بدءا من جوله الغد باذن الله، اتمنى التوفيق فيهم لفريق النادي الاهلي، اتمنى كل اللاعبين يكونوا بصحه جيده وما يكونش فيه اصابات، وان شاء الله اللاعبين المصابين يقعدوا في اقرب وقت، وان شاء الله نبدا موسم جديد يا احمد بقائمه مكتمله ان شاء الله بكل نجوم النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لرجالتنا بكره. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل نادي الاهلي في الجزيره. دي كانت اخبار تمرينه النهارده. وقبل ما اختم بس تعليقا يمكن على كلمه قالها زميل محمد توفيق على ان لاعبتنا او في لعيبه استعادت جزء كبير من مستواها، خلينا متفقين واحنا لسه والكلام ده بيتقال لسه قبل الميركاتو ما يحصل او قبل الاهلي ما يعلن عن صفقاته الجديده ان شاء الله اللي هتكون باذن الله نتمناها صفقات سوبر. فريق نادي الاهلي بقوامه الحالي في فرقه تاكل الاخضر واليابس، يعني خلينا نبقى بمنتهى الصراحه ودي وجهه نظر شخصيه ليك انك تقبلها او تختلف معاها، بس انا بشوف انه فريقنا حقيقي في فرقه لو استعادت مستواها بعد فترة الراحة السلبية اللي خدتها معظم العناصر الأساسية في الفريق ورجعت مرة تانية، أعتقد أن مفيش فريق لا في مصر ولا في أفريقيا يقدر يقف معها، وإن شاء الله مع الميركاتو يرجع المارد الأحمر تاني هو بعبع أفريقيا، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية كلها تكون متوجة أو تتويجاتها كلها باللون الأحمر. فاصل